نعم إذن أنت تقول نعم. هنا أن هناك ضغط كبير من الوساطتين الإثيوبية والأفريقية على المجلس العسكري أو على قوى أعلان الحرية والتغيير عفوا لقبول استئناف المفاوضات. لا أريد أن أقول ذلك بالتحديد، ولكن هذا ما يفهمه الآخرون ويفهمه الكثيرون. نعم. إذا كان الوسيطين عليهما أن يرفعا تقديرهما إما بالفشل أو النجاح لمهمتهما يوم 4 يوليو، فلذلك كان على عجل وكانا مستعجلين وكانا يريدان أن يحققا هذا ما يعتبرونه مكسب. هو قد يكون مكسب للاتحاد الأفريقي، قد يكون مكسب للجهات التي قامت بهذه رعت هذه المفاوضات، ولكنه في كل الأحوال لن يكون مكسبا للشعب السوداني الذي ناضل وثابر واجتهد لفترة 30 عام لينتهي من النظام الدكتاتوري، النظام الاستبدادي. ولا يمكن أن يستبدل الشعب السوداني استبداد باستبداد. نعم. وقمع بقمع ودكتاتورية بدكتاتورية. طيب سيد فيصل، سيواصل نظامه في تقديري.